من جديد من عبر شاشة الام بي ان بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة. وبهالحلقة بسرني وبشرفني يكون ضيفي دكتور حنا المعلوف، عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك، تحياتنا لحضرتك ويعطيك ألف ألف عافية. واليوم هيك كتير مبسوطة لأنه حنفوت على بيوت الناس وحاملين معنا موضوع كتير مهم، موضوع عن جد بحدد مستقبل كل شاب وصبية، وخاصة كلنا بنعرف دكتور حنا انه في اشخاص بيوصلوا لمرحلة الجامعة ضايعين، لا بيعرفوا شو بدهم يعملوا اختصاص، في اختصاصات كتير ما بيعرفوا يلاقوا حالهم بهالمكان. فاليوم نحن بدنا نعطيهم كتير اجوبة لاسئلتهم. هو بالفعل مش بس ما بيعرفوا، يعني مش غلطتهم، لانه في عنا كمان بعض الاحيان نقص بالتوجيه، يعني بيكونوا مش عارفين شو اللي بيناسب اختصاصهم، مش عارفين شو المنيح لهم لبعدين، او لانه خيهم عمل كذا هن بدهم يعملوا مثله، او لانه اهلهم بيقولوا لهم انه لازم تتخصصوا بهالاختصاص، وانا بدي اشوفك حكيم، انا بدي اشوفك مهندس، انا بدي اشوفك. بس في كتير اشياء حكيم ومهندس ومحامي واختصاصات تانية حسب كل واحد شو بيناسبه وشخصيته، يعني يمكن يكون مهندس بالضبط، يكونوا اهله حابين يكون مهندس يطلع قده واحلى مهندس. اكيد اكيد كل حدا، ويمكن ما يكون بيشبه المهندس ابدا، يعني اهم شيء يكون ناجح بمطرح ما هو، يعني اذا كان ناجح بيكون هو مبسوط وعامل كارير ومرتاح فعلا. اليوم لكن بالعنوان العريض موضوعنا هو تعريف الطلاب والاهل على اختصاصات كلية السياحة وشروط الدخول ومجالات العمل. يعني عن جد هيدا احلى موضوع، لانه بنكون هيك عم نشجعهم، لانه احلى اختصاص اذا الناس بتحب، وخاصة السياحة بلبنان. يعني اليوم قد ايه بحديثنا بدنا نكون عم ناكد على جمال بلدنا والسياحة الداخلية. هيدا البلد يلي مع صغر مساحته مختصر العالم كله، يعني طبعا بتشوفي كل التنوع الطبيعي، التنوع الثقافي، التاريخي، كل هالنشاطات اللي بتنعمل في بلدان كبيرة ما عندها اياها، او عندها اياها مساحات كثير شاسعة. هون بظرف دقائق وساعات بتبرمي وبتعملي اكتيفيتيز، بتعملي نشاطات كثيره، وفي غنى مش طبيعي، يعني هيدا طبعا في غنى بلدنا. في ثروه الله عطينا اياها ونحن لازم نحافظ عليها. فعلا فعلا. اول شيء قبل ما ابدا مع حضرتك بالحديث هيك، يعني بسرني اني اقول يعني وبارك للجامعه اللبنانيه انه تصنفت الاولى بالسمعه الوظيفيه بتصنيف كيو اس، يعني هيدا الشيء بكبر لنا قلبنا، وخاصه الجامعه اللبنانيه هي انه للبنان، لكل لبنان. نعم، الجامعة الوطنية طبعاً. هي الجامعة الوطنية فعلاً. اللي بتستقبل أكثر من 60,000 تلميذ بالضبط. سنوياً. نعم. فهود التلميذ يلي نجحوا بكل هالمطارح اللي عم يشتغلوا فيها، بكل مطرح تسألي ناس، في عدد كبير من الجامعة اللبنانية اللي وصلوا بمطارح ناجحة، فطلعت المرتبة الأولى بين الجامعات كلها بلبنان بالسمعة الوظيفية، اللي هي يعني قديش وقت الواحد يتخرج من هالجامعة ممكن بدغري يلاقي وظيفة أو ياخدوا على وظيفة 100%. وهيدا اللي مطلوب، يعني اليوم قديه بنشوف في شباب وصبايا قاعدين بالبيت وما في وظايف، فبتحس بتنبسط بالخريجين أنه عم بيلاقوا وظيفة وهن خريجين الجامعة اللبنانية. اليوم إذا بدي أكد على طلاب السياحة، اليوم قديه أهمية سوق العمل للطلاب؟ يمكن أول شيء بيسألوه هل له شغل هيدا الاختصاص؟ هو الجواب بالخريجين تبعنا، يعني الخريجين يلي هن وقبل ما يتخرجوا بالستاج تبعهم بالتدريب، كل سنة بدو يتدربوا 3 أشهر وشوي، بيكونوا لقوا فرصة عمل مبدئيا. في كتير من الطلاب خلال التدريب ببلشوا يشتغلوا وبيصيروا يشتغلوا مع التعليم تبعهم. بعدين كلهم هلا، في عدد كبير من طلابنا صار بدول الخليج، باوروبا، بامريكا، بكندا، وبلبنان. نحن بدنا اياهم يضلوا طبعاً بلبنان طبعاً يشتغلوا ببلدهم فعلاً. وفي مجالات كثير بالسياحه، بالمطاعم، بالاوتيلات، بشركات السفر والطيران صح، والنقل، وبالمهرجانات، بكل هالمجالات طبعاً. في لهم دور فعال، الادلاء السياحيين كمان صح، فكلهم هودي فعلا 100%. خلينا نفوت هيك اكثر بالموضوع ونعرف اليوم الطلاب والاهل. اليوم حبيت انه كمان حطيت لنا هيك موضوع الاهل، لانه بيلعبوا دور كثير طبعا كبير، وخليهم يشجعون لهيدا الاختصاص. الاهل بيلعبوا دور انه يشوفوا شخصيه ابنهم او بنتهم كيف وشو اللي بناسبها اي اختصاص، نعم، وما يدفشوا على اختصاص بالقوه. يعني
يشوفوا هو شو حابب ويقدروا يوجهوه ويساعدوه يلعبوا دور التوجيه بالموضوع. بالفعل يعني لحتى حدا يكون ناجح باختصاص السياحة او ادارة الفنادق او نحن عنا ثلاث اختصاصات بالكلية بنحكي عنها بعدين، بده يكون بحب التواصل مع الناس، بده يكون بحب الشغل مع ثقافات مختلفة، مع ناس جايين من مطارح مختلفة، من بلدان مختلفة، حسب اكيد حسب قطاع العمل رح يشتغل فيه اللي بعدين يعني بتأمنوا هالكلية اللي من ضمن مجالات العمل اللي لما يتخرج بيشتغل. في اكيد شغل في اقل علاقه مع الناس، في شغل في اكثر علاقه مع الناس، وبده اكيد يكون اللغه قويه يعني اللغه الاجنبيه يعني طبعاً. لانه بده يتواصل معهم، في اشخاص اجانب ممكن 100% يكونوا موجودين، لكن شخصيه بتلعب دور يمكن طبعاً. بكل المجالات دكتور حنا بتحس سبحان الله كانه في شخصيه في مجال بعيط لها وبتلمع اكثر من غيرها يعني بمجال. في ناس بحبوا مثلا يشتغلوا بمكاتب الخلفيه يعني بيشتغلوا عمل بده شغل مع الوراق ومع المستندات، وهذا شيء كثير منيح وبحاجه له كل سوق عمل، كل مجال عمل. بس بس كمان في ناس ثانيه بتقول لك لا انا ما بقدر اشتغل مع وراق وقلم وهيدا، بدي اشتغل مع ناس طبعاً. بدي اشتغل مع كل يوم يكون في شيء تجدد بشغلي، في حسب شخصيه الانسان بالضبط. واليوم لانه عم نحكي عن اختصاصات كليه السياحه، فبعتقد هي كمان بتغطي الشخصيتين، الشخصيه اللي بتحب ورا المكتب وتشتغل طبعاً. وشخصيه اللي تطلع للناس في للعالم. عدد من الوظائف اللي هن اللي بنسميهم المكاتب الخلفيه يلي هو بيشتغل الواحد مطرح مع على الكمبيوتر مع سيستم مع مستندات بتدقيق محاسبة بكذا، وفي المجال المكاتب الأمامية اللي هي الوظائف الأمامية اللي بدت علاقة مباشرة مع الناس مع السواح مع الزباين مع أي حدا 100%. خلينا هون شوي نكون قبل ما نفوت تفاصيل على الاختصاصات ونحددها، قلت لي في ثلاثة هن واضحين، في شروط للدخول أكيد. في شروط، أول شيء يكون عنده بكالوريا لبنانية أو ما يعادلها، ويكون لغته منيحة اللغة الأجنبية لأنه نحن المواد أغلبها بالإنجليزي أو الفرنسي لحتى يقدر بعدين يقلع بسوق العمل طبعاً. يعني يقدر يشتغل، لأنه إذا علمناه بس بلغتنا الأم اللي هي العربي اللغة العربية اللي هي مهمة كتير، بس كمان بعدين إذا إجا ليتواصل مع سواح مع أي حدا هون في مشكلة يعني أكيد طبعاً. وهون صعب يلاقي وظيفة بمجال السياحة وإدارة الفنادق وكدليل سياحي طبعاً. فنحن بنركز على أنه يكون عنده الباز باللغة الأساس باللغة الأجنبية، أما إنجليزي أما فرنسي مع العربي. هو شو بحب يضيف لغات طبعا، ما بعدين بيتعلم اسباني كمان لغه ثالثه يعني عندنا لحتى يصير كمان بيتواصل مع سواح من جنسيات زياده. وبده يكون كمان عنده بيمرق بامتحان شفهي بالاول لنشوف اللغه كيف كلغه محكيه اللغه الاجنبيه ولغته العربيه، بعدين بيقطع من الامتحان الخط الشفهي لما ينجح فيه على امتحان خطي لحتى نشوف كمان قدراته باللغه وبالقدرات التحليليه طبعاً. كمان نشوف كيف هو بيقدر. واهم نقطه كمان هي طريقه الوقوف والتصرف والكلام، يعني قد ايه بتلعب كثير دور كبير هيدا بنسميه يعني البودي لانجوج. نعم البودي لانجوج لغه الجسد كثير مهمه بكل الوظائف لانه حتى بالحياه اليوميه لانه ممكن توصلي مسج لحدا الرساله توصل بعكسها اذا كان حركات الانسان كانت بشكل مستفز مثلا ممكن عم ترحبي بحدا تكون بطريقه خاطئه فعلا قد ايه في امور هيك بتروح لغير مسار وما بينجح الانسان بدون ما يكون منتبه ومدرك أكيد. فهو في مواد عندنا حتى بالكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات التواصل بيتعلم كيف بده يقدر يوصل فكرته وكيف بده يقدر يتواصل مع هالناس بشكل ما يوصل الفكره عكسها بالضبط. ولانه عم ناكد على كل اختصاص له شخصيته، اليوم عن جد الشخصيه اللي بتحب الناس اللي بتحب تتواصل مع الناس قديش كليه السياحه بتكون ابوابها مفتوحه امام طبعا هالأشخاص. طبعا وهودي الناس بالفعل اللي بينجحوا كثير بمجالات بقلب القطاع السياحي واداره الفنادق اكيد بال
بالمجالات اللي فيها تعاطي مع الناس كثير بينجحوا اذا كان عندهم هالاستعداد وهالحب للتواصل مع الاخرين. خلينا نرجع نذكر ونرجع نتوسع بموضوع الاختصاصات الكليه، ذكرت في ثلاثه تقريبا. في ثلاث اختصاصات اساسيه اللي هو اول شيء عندنا اداره الفنادق هوتل مانجمنت، عندنا الاداره السياحيه توريزم مانجمنت، وعندنا التوريزم جايدنس اللي هي الادلاء السياحيين يعني الجيداج توريستيك. هو ثلاثه على صعيد الليسانس بي اي الاجازه. بعدهم في اكيد الماستر اللي هو بالاداره السياحه واداره الفنادق، وفي ماستر بحثي كمان اللي بكفي دكتوره اكيد. وهيدا قد ايه بتفيده اليوم؟ يعني مرحله على مرحله بنعرف نحن ان كان ماسترز ولا عم نحكي دكتوراه بتضيف كثير لمكانته لشغله طبعاً. ولا امور كثير، بس طالب بكلية السياحة قد ايه بتفيده؟ اكيد هو حسب كل طالب شو اهتمامه، اذا اهتمامه بس بده الاجازه ويروح يبلش شغل في وقف على الاجازه ويبلش شغل، اذا كان بده يكفي للماسترز لياخذ وظائف متقدمه اكثر كمان حسب مشروعه الوظيفي شو هو، واذا حابب يفوت بمجال الاكاديمي هون بيروح صوب الماستر البحثي والدكتوراه. الدكتوراه فعلا، بس اكيد كل مجال حسب شو بحب يشتغل، لانه صح. كل واحد من هالاختصاصات في عنده مجالات عمل مختلف 100%. هون اهميه التوجيه الصحيح، يعني اليوم هيدي العلاقه بينكم مع الطلاب قد ايه ليخبرك شو بده بالضبط. امرار بيكون ضايع وامرار بيكون عارف شو بده بس مش عارف اي اختصاص يروح عليه. صحيح أكثر. كثير بنشوف هالشيء بالمقابله الشفهيه لما يجي الطالب تقول له انت ليش نقيت هالاختصاص، بيطلع بيقول ما بعرف هيك نقيت، بتعرف شيء عنه؟ إذا ما بيعرف شيء عنه نحن بنجرب نفسر له بالمقابلة الشفهية وبنفسر له عن الاختصاصات الثانية وبنشوف أي اختصاص بلائمه أكثر، بلائم شخصيته وبننصحه. يعني هو إذا قبل بالنصيحة كان به، إذا هو أصر على خليه يجرب ساعتها بنتركه على راحته أكيد. بس حسب كمان بنشرح له عن مجالات العمل طبعاً. بكل اختصاص من الثلاثه. قد ايه بتكونوا عم تختصروا المسافات دكتور حنا؟ ويمكن مفروض بهذا اللقاء اليوم نكون عم نقرب وجهات أكيد. النظر نختصر المسافات، لانه ياما في طلاب بلشوا باختصاصات يا هي مثل ما عم نحكي عناد انه بده يكمل او بيكون ما في معرفه بالموضوع ورجعوا من اول وجديد، يعني عم نضيع سنوات. في طلاب بيجوا لعنا مضيعين 4 سنوات من عمرهم، هلا يمكن يكونوا ما ضيعون لانه استفادوا بالخبره نوعا ما، ما حدا بيضيع سنين بالزبط. لانه الا ما يكون تعلم شيء، بس كان فيهم يختصروا هالباركور هيدا هالمسار طبعاً. لحتى يروحوا دغري على الشيء اللي هن معمولين كرماله، يعني معمولين كرمال ينجحوا فعلاً. فيه بقى في كثير ناس بيجوا 3 سنين أو 4 سنين كانوا باختصاصات، نقلوا اختصاصات وما عرفوا واكتشفوا جوا، فقبل ما يفوتوا على الاختصاص واجبنا نقدر قد ما فينا نضوي على الاشياء لحتى يقدروا 100%. وهيدا المطلوب وهيدا المهم لحتى ما بعدين يقولوا انه يا ريت من الاساس صحيح. نقينا صحيح. كليه السياحه او غير اي كليه ثانيه لحتى يكون مناسب اختصاصهم بشخصيتهم. شخصيته 100%. اليوم حضرتك عندك دكتوراه بالسياحه بشكل يعني فيك تقدر تفيدنا كثير بموضوع السياحه بلبنان. اكيد اكيد يعني... بس بهمني كمان اذا فينا نفسر لهم مجالات العمل طبعاً. بكل اختصاص طبعاً. ليعرفوا بكل اختصاص ليعرفوا حالهم بالضبط. نعم. اذا بتسمحي لي اكيد في عنا اداره الفنادق اللي هي بيصير الشخص مسؤول بالقطاع الفندقي اكيد ببلش بيتدرب هي سكيل بيطلعها لحتى يقدر يوصل على مطرح يصير بمركز اداري صح. بس هيدا المجال الفندقي والبانكوتس الاحتفالات والحفلات والتفاصيل هودي واداره المؤتمرات واداره المناسبات ايفنت مانجمنت وفي عندنا الاداره السياحيه اللي هي توريزم مانجمنت اللي فيها مجالات كل شيء اداره بشركات طيران بشركات نقل بحري نقل جوي بالمطار بمهرجانات بمناسبات والايفنت مانجمنت كمان كل هالكونفرنسز المؤتمرات وفي عنا الارشاد السياحي يلي هو دور المرشد السياحي كثير اساسي كمان
ليساعد هالطلاب على يساعد هالسواح هالسواح على هيدا قد ما علاقتك دائما مباشره مع الطلاب. يعطيك الف عافيه على جد دكتور حنان مع السواح وليقدر يشيلهم ويعطيهم يعرفهم على ينقل احلى صوره عن بلده ويقدر يوصل لهم المعلومات عن كل موقع بزوروه وهو بخلي لهم رحلتهم تكون او حلوه او مملة 100% او بفلوا وبينصحوا الاخرين يجوا على هالبلد او بيقولوا اوعى توجهوا على هالبلد ان شاء الله ما نشوف منهم. عشان هيك بدنا نكثر من الطلاب اللي عندهم هالشخصيه الحلوه على ويحبوا بلدهم بالاول لينقلوا حبهم لبلدهم للناس الاخرين. فعلا 100% اللي عم تقوله حضرتك اهم شيء عندنا كلنا انه نحب بلدنا لحتى نقدر ان خلي الناس يفيدوا مطرح ما نحن بالضبط. يعني هيدا احلى كلام اليوم ورساله لكل الشباب لنتعلق اكثر بهالبلد. وعلى فكره يعني لفت لي نظري على كليه السياحه، نحن كل الكليات بنحترمها وكل الطلاب بنقول لهم دائما العلم سلاح وهالكلام كلنا متفقين عليه، ولكن الحلو بكليه السياحه انه عن جد فعلا لها كثير من الوظائف، يعني لانه بلدنا واسع بمجال السياحه. صحيح، يعني هيك فينا نشجعهم اكثر ليختاروها. مثل ما بلشتي حضرتك بالمقابله انه قد ايه هالبلد غني بموارده، يعني قد ايه الله عطيه اشياء والتاريخ اللي مرق عليه قد ايه ترك اثار بقلبه وقد ايه عندنا الطبيعه كريمه يعني فهودي كلهم فينا نحن نستثمرهم ونخلي كل ضيعه بلبنان وكل منطقه تستفيد من السياحه ومن السواح. اول شيء الناس اللبنانيه اللي بيزوروا بلدهم بايام الويك اند او بالعطله خلال العطله، اول شيء خلينا نزور بلدنا قبل ما نروح طبعاً. نزور بلدان ثانيه، خلينا نتعرف على بلدنا غني كثير وما حدا منا بيعرفه كله. أكيد. عن جد عن جد نتفاجئ يعني قد ايه في اشياء، قد ايه حلو نعرف كمان الناس اللي عايشين بمناطق ثانيه ونتعرف عليهم ونصير قراب منهم، قد ايه بيكسر حواجز طبعاً. بين الناس 100% من بعض. حواجز وهميه صح، عن جد وهميه بكل معنى الكلمه، لانه هذا الصيت الغير صحيح اللي عم يطلع علما بالحقيقه. كثير بنشبه بعض بكل الاماكن والمحلات. كثير لفت لي نظري شغله باختصاص اللي على الفنادق، اليوم قلت في خطوات ليوصل للاداره، اليوم كم من شاب وصبيه بيعانوا من هالمشكله دكتور حنا، بيفكروا انه دغري بدنا نوصل نصير مانجرز بكل الاختصاصات، بثلاث اختصاصات بده يقطعوا بتدريب صيفي على ثلاث سنين نحن عندنا الزامي طبعاً. لانه اذا ما فاتوا على سوق العمل بشكل ستاج بتدريب بده ينصدموا وقت يخلصوا، كرمال هيك ببلشوا بيقطعوا بكل مراحل الشغل لحتى يوصلوا على مطرح نسلمهم لسوق العمل ونفتح لهم مجال سوق العمل بشكل يقدروا بعدين ينجحوا فيه. كرمال هيك هن بده يكونوا صبورين، يعني بده يعرفوا انه ليوصلوا لمطرح العالي بده يقطعوا خطوه طبعاً. خطوه طبعاً. فاللي بيقول لك دغري بدي شو ليش مقدم على هالاختصاص؟ لانه بدي يكون مدير عام لاوتيل او لشركه طيران. عظيم، هيدا في حطوا هدف لتوصل بس رسوم الاستراتيجية لتوصل له بشغلك من هلا. فعلا هيدا هو الكلام المهم لنخبرهم انه في خطوات رح تمشوا فيها، رح تشتغل هيك ورح تشتغل هيك ورح تتدرب على هيك وصولا ان شاء الله بتصير مدير واعلى كمان. ودورنا كأساتذة وكموظفين بهالكلية نساعدهم نرافقهم مطرح ما نلاقيهم طلعوا عن هالطريق نقدر نرجع نردهم بشكل انه يسلكوا الاستراتيجيه اللي توصلهم لمطرح مشروع المهني. هيدا اهم شغله، والحلو كمان هيك بارلل مع العلم عم بيكون في ستاج، عم بيكون في خبره بالعمل، وهذا الشيء اساسي ومهم. وفي استاذ من الكليه عم بيرافقهم بالستاج تبعهم بسوق العمل. حلو، يعني اي شغله هيك سقطت سهوا دائما بضل هو مساندهم بكل معنى الكلمه. تقريبا بعد معنا دقيقتين او دقيقه فالكلام لك. أنا بس بدي أدعي كل حدا مهتم بأي اختصاص بكلية السياحة هلأ تقديم الطلبات عم بيصير لحتى يكونوا على علم أنه تقديم طلبات هلأ وقته لحتى ما يجوا مأخرين، لأنه في كتير ناس تجي بعد تقديم طلبات بتصير تسأل عن أي وسيلة، ما في أي وسيلة بعد ما يتسكر تقديم الطلبات. الكلية بالجناح بنزلة الإمام موسى الصدر اللي هي بوج سنترو مول. تمام.
تقديم طلبات خلال الدوام الرسمي، واكيد اي استشاره بدهم اياها اذا بناسبهم الاختصاص او لا، في اساتذه وفي اختصاصيه بيساعدوهم حاضرين ليجاوبون على كل الاسئله. فانا بدي ارجع هيك جدد تبريكي، يعني بقول عن جد الف مبروك للجامعه اللبنانيه، ونحن اهم شيء انه يكون الطالب بس يتخرج عم بيلاقي فرص عمل ويلاقي شغل، فتكون تصنفت الاولى بالسمعه الوظيفيه بالتصنيف كيو اس، هذا شيء بكبر لنا قلبنا. هي سمعت الجامعه اللبنانيه من زمان ولهلا على طول انه الطالب اللي ناجح هو مستحق النجاح. طبعًا. يعني هذا شيء كثير مهم، يعني عنده هالبجاج الكافي ليقدر ينجح بسوق العمل. فالحمد لله على هالنجاح هيدا، وان شاء الله على طول النجاحات. النجاح وقد اليوم رساله بتعطيها لكل طالب انه الشهاده اساسيه ومهمه، اليوم العلم أكيد طبعا اساسي أكيد. بس قد ايه مهم يشتغل على حاله اكثر واكثر، ويكون دائما بده يتعلم شيء جديد ما يوقف محله. اول شيء ينقي الاختصاص اللي بيناسب طموحه، يلي بيناسب شخصيته، يلي بيكون مبسوط هو عم يتعلم وهو عم يشتغله بعدين. وهذا اساس. بعدين اكيد العلم كثير مهم، لانه بلا ما في ينجح بقطاع العمل بده يفوت عليه، بس كمان هو على شخصه، على تقدمه كشخص. طبعاً. كمان هو بده يشتغل على حاله لحتى يكملوا بعضهم 100%. انا بدي اشكرك هيك، ان شاء الله نكون عن جد هالقد قربنا المواضيع للناس، لحتى لانه هلا وقتها، هلا روحوا تسجلوا، هلا الفرصه امامكم، ونكون هالقد وضحنا على موضوع كليه السياحه. انا بدي اشكرك. انا بدي اشكرك واشكر الان بي ان على الفرصه، شرفتنا. شكرا لك دكتور حنا المعلوف، عميد كليه السياحه واداره الفنادق في الجامعه اللبنانيه، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام هيدي الحلقه من جديد، موعدنا بيتجدد معكم بكره نفس الموعد، فكونوا كتار. الى اللقاء.